السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بالنسبة للكويت والعمال أو العاملين المصريين في الكويت، ما فيش يعني كم شهر، 3 4 شهور يمروا إلا ونسمع حادثة اعتداء على أحد العاملين. واحد بيشتغل عادي فتلاقي أحد الكويت سواء راجل أو ست بيتكلم وينفرد وينتنع على الراجل. راجل رايح ياكل عيش، مش رايح انتوا استعبدتوه. وليه يعني الوقائع بتاعتكم دي ما بتحصلش غير في بلدكم؟ ما بنشوفش يعني الأسد أو مرات الأسد بتطلع كده في أي مكان في العالم تفرد عضلاتها؟ ليه؟ لازم واقفة، لازم واقفة من الحكومة المصرية، من وزارة وزيرة الهجرة ولا وزارة الهجرة، من الخارجية المصرية، عشان منع تكرار هذه الأمور. ما كل مرة نطلع نقول مصر اللي احتضنت الكويت وقت الاعتداء على، وكانت الكويت متشردة، مصر هي اللي علمت، وكنا بنبعت الاقلام والكراريس ايام السادات للكويت، المعلم المصري هو اللي خلاك بقيت كده راجل ولك شنبات وتعرف تقرا وتكتب. كلمنا وقلنا الكلام ده كتير يعني، ولكن تاني وتالت ونرجع ونقول ان دي امور فرديه، لكن ما يبدو انها ثقافه عامه. ها، ولابد من محاسبه هؤلاء. لو تم محاسبه هؤلاء او الاحداث اللي قبل كده او الاخطاء او الناس اللي غلطوا قبل كده، ما كناش شفنا الحاجات دي حصلت يعني. ها، لكن انا عايز اشوفك كده بره، اشوفك في امريكا، يا اخي اشوفك في السعوديه، اشوفك في الامارات، اشوفك في اي مكان يعني، اشوفك هنا في مصر، اشوفك هنا في مصر وانت تفرد نفسك يعني اوريه. لكن انت في عندنا مثل، مش عايز اقول، كل واحد الايه بيتشطر قدام بيته، مش عايز اقوله يعني، لكن حاجه بقت صعبه يعني. بنقول انها احداث فرديه، ونقول ان في الكويت أشقاء، والكويت والكويت والكويت، وإحنا ومصر وقلب الأمة العربية، لكن ما ينفعش. لازم تاخد على دماغك، اللي يغلط ياخد على دماغ اللي خلفوه، اللي يغلط ياخد على دماغ اللي خلفوه علشان يكون عبرة. أنت بالنسبة للمصري ولا حاجة، الراجل طالع يتعب ويعرق ويشقى، بياكل لقمته بعرق جبينه، تعبان، المفروض الناس دي تتشال على الراس، وقبل منه الأساتذة والدكاترة اللي علموك، اللي علموك ألف به ألف به تربية، مش تربية بتاعتك دي، لا، تربية تعليم، تعرف تكتب، تعرف تتعلم، إذا كنت مهندس، إذا كنت بتاع، ولا إذا كنتش أي حاجة خالص. كراريس اللي كنت بتكتب بيها، الأقلام، الأساتير كانت بتجيلك أيام السادات. اصحى اصحى. نتمنى تاني وتالت وعاشر الخارجية المصرية ووزارة الهجرة تتخذ اللازم ويبد من معاقبة كل واحد يتجاوز تاني، وتتعملي فيها بطل. في مثل تاني يقول لك الكلب اللي بيتشطر قدام بيته، الكلب يخرج بره بيته ما يقدرش يعمل أي حاجة خالص. ها، تاني بنقول إن دي أحداث فردية وده خطأ فردي، مش هنعمم على كل الإخوة الكويتة يعني، لكن نتمنى محاسبة المخطئ يعني. بالنسبة لمؤمن زكريا، طبعا مؤمن كان في تصريحات تلفزيونية اتكلم عن نبذ التعصب، وقال ان هو بيتمنى تقديم مبادرة ضد التعصب قبل انطلاق الموسم الجديد، والجماهير تركز مع فرقها وما تجرحش في المنافس. واتكلم عن محمد صلاح واللي عملوا معاه في ليفربول وفي غرفة الملابس، وقال ان الهدف من طريقة احتفالي عدم الاستماع الى العبارات التي تشجع على التعصب، واتمنى حضور الجماهير بكثرة في المدرجات، ولعب كرة القدم هو بشر في النهاية ولا يحب سماع الإهانات. واتكلم ان كل اللعيبة اصدقاء وحبايب، وكل اللعيبة بتزوره وعلاقته بيهم جيدة جدا يعني. طبعا كابتن شوبير كان كاتب خلال صفحته على تويتر ردا على مبادرات نبذ التعصب، قالك مع احترامي لكل المبادرات ونبذ التعصب، ابحثوا عن السبب الحقيقي اولا وبعدها اتكلموا عن المبادرات. وكلامه منطقي وهو ده الصح وده المفروض يعني، كلام العقلاني ان احنا نستأصل اسباب التعصب. شخص بيطلع يسب ويحرض ويهاجم، المفروض ده يتم استئصاله وابعاده عن المشهد، لكن نبذ التعصب والمبادرات في وجود الاسباب اللي بتهيج الراي العام، يبقى احنا بنضحك على بعض يعني، وبنضيع زي بالظبط اللجان اللي بتتعمل علشان الاعلام ومش عارف ايه، هي اكل وشرب ومصاريف بتتصرف، لكن في النهايه مفيش قرارات
بيتم اتخاذ. كابتن شوبير بعد ما قال لابد من محاسبة من يثير التعصب راح حذف التويته وقال لك ولا تزعل يا عم مؤمن. هل بسبب مؤمن ولا حد تاني قال له بلاها هذا الكلام؟ يعني بالنسبة ل محمد فخري، محمد فخري انا مش عارف بصراحه، ما شفتش يعني في بعض الناس بتتكلم عن التجاوزات في حق محمد فخري وبعض جماهير النادي الاهلي، وان والده كلم احد الصحفيين وقال لك مش عارف ايه سباب وشتاب. طبعا ضد السباب والشتم، لكن انا ما لاحظتش ان دي ظاهره يعني على السوشيال ميديا، ما شفتهاش بصراحه. لكن ومع ذلك رغم ان البعض بيتكلم معانا ضد الشتايم والسب والخصوم، محمد فخري كان بيلعب مع سوارش في نهاية الموسم اللي فات بشكل أساسي، ده كان عنصر أساسي من عناصر الأساسية في النادي الأهلي اللي بيعتمد عليها سوارش يعني. فالهجوم يعني يا جماعة نهدى شوية. كرة القدم اسمها لعبة، النادي الأهلي أو نادي الزمالك اسمه النادي الأهلي للألعاب البدنية، للألعاب لعبة. أوعى تخلي لعبة تورطك، أوعى تخلي لعبة تخليك ترتكب إساءة أو سب أو شتيمة، أترف من ربنا. لعب لعب اسمها لعبة. فاجئت كتير لما اتكلمت بالامس عن النادي الاهلي او قناة النادي الاهلي، ما اتكلمش عن الادارة، بتكلم عن القناة. وقلنا مليون مرة لازم تفصل ما بين الادارة، ما بين ادارة النادي الاهلي وبين قناة النادي الاهلي، والدليل ان ادارة النادي الاهلي اختلفت مع قناة النادي الاهلي. فلما بنتقد العاملين في قناة النادي الاهلي او قناة النادي الاهلي بتهاجم الادارة ادواته، ادارة يا عم انت يا جاهل انت. ما هو جاهل ليه؟ لان انا في وسط كلامي رميت جملة وانا عارف ان البعض هياخدها، قلت ايه ربما البعض يقول لك ان ده حريه وان مفيش سكريبت، كل واحد بيقول رايه من دماغه. فالناس اللي مش لاقي اي حاجه تقولها بعد ما انتقدت دفاع المهندس عادل القيعي، شو بقول المهندس عادل حتى في الخلاف، بقول المهندس عادل القيعي الاستاذ ابراهيم المنيسي، بتكلم عن فارس، بتكلم احترام حتى في الخلاف. لكن واحد يرد عليا يقول لك اه ده الفرق بين قناه النادي الاهلي ويعني المهندس عادل القيعي هاجم او دافع عن بركات وملك وكتابه هاجم بركات، وبقول طب انا امشي كمتفرج امشي ورا مين يعني؟ فالبعض يقول لك يا عم لا ده ما ذكرت الاهلي انها مفيش سكريبت، كل واحد بيقول رايه بحريه. مفيش الكلام ده حبيبي، الكلام ده تقوله على القهوه. في حاجه اسمها دي قناه نادي، يعني بتعبر عن النادي. اي واحد بيقول كلمه بيبقى النادي مسؤول عنها، زي ما طلعت اداره القناه طلعت بيان مع اون تايم ومع قناه نادي الزمالك، طلع النادي الاهلي قال لها لا انا ماليش علاقه بالكلام ده ولا بد ان تتم سحب هذه الامور. لما القناة حذفت الفيديو بتاع الكابتن سيد عبد الحفيظ، فالكابتن محمود الخطيب تدخل، فكل حاجة تحسب على النادي الأهلي. بمعنى إيه؟ إن القنوات المحايدة زي أون تايم أو غيرها، ها المفروض ما يكونش ليها سكريبت، المفروض الإعلام يبقى محضر البرنامج بتاعه، تطلع يتكلم في كذا أو ينتقد بناء على رؤيته. لكن أنا كقناة أهلاوية بطلع هدفي حماية النادي الأهلي وحماية حقوق النادي الأهلي، ما يكونش فيه تضارب. ها قصة السكريبت وقصة الكلام ده أنت بتشوف حتى على أي واحد إعلامي يطلع يقول لك هذا صفحته الشخصية، أي آرائي هنا تعبر عن شخصي لا تعبر عن جهة عمل. كونه إنه موجود على قناة النادي الأهلي فبيعبر عن النادي الأهلي وبيعبر، فهمت يا حبيبي؟ فأنت لازم يكون عندك سكريبت تمشي عليه. القنوات الفئوية لازم يكون فيها سكريبت، القنوات المحايدة القنوات ما فيش فيها سكريبت، ده الطبيعي. فلقيت بعض الناس يا عم مش عارف حاجة، هو ده النادي الأهلي وما فيش سكريبت وما فيش ما هو ده، ما رحت عامل لدول بلوك، اديتهم بلوكات. والبعض يقول لك هو أنت لو واحد أبوك غلط تطلع تهاجمه على الهواء؟ ده النادي الاهلي للالعاب البدنيه، مع احترامنا انا بحب النادي الاهلي وبحب الكوره وبحب الرياضه، في الاخر اسمها لعبه. ما حدش يقول لي انت النهارده ابوك لو تعبان وعندك ماتش النادي الاهلي سيب ابوك يتوجع وتقول اتفرج على ماتش النادي الاهلي، ابويا ابويا ايه؟ احنا زي ما قال الشيخ شعراوي ادينا الامور اللعب، اديناها لصفه الجد، بقت بنخلق تعصب. كره ايه؟ كره لعبه متعه، اسمها نادي الانديه بصفه عامه، النادي الفلاني للالعاب البدنيه، مكان لتفريغ الطاقه، مكان للتسليه، مكان للترفيه. الكره مش للخناق ولا التعصب، كره للترفيه. ولما بقول رايي بقول رايي بمنتهى الاحترام، يطلع بعض الجهله وبقول عليهم جهله، والبعض يزعل يقول لك يا عم انت بترفض يا جدعان ده وصلوني يقول لك انت مغرور وبترفض المغرور. مغرور ايه؟ علاقه الغرور في اللي انا بقوله ده. لكن تاني وتالت النادي الاهلي بالنسبه لي مش أهم من أهلي ولا أهم من عيالي ولا أهم من أبويا ولا أهم من أمي ولا أهم من أنا، اللي أهم من أبويا وأمي وأسرتي وعلى هو ربنا سبحانه وتعالى وديني والنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دول الأهم مني ومن أسرتهم، مش حد أهم. لما بنتكلم بندافع عن الحق، سواء كان الحق ده معايا أو عليا بتكلم، انما اللي وصلنا للي احنا فيه حولنا اللعبه والمتعه والتسليه الحرب.
ده ايه؟ بتشتم وبترتكب ذنوب لمجرد واحد يختلف معاك في الرأي. الامور صعبة، الامور صعبة. وانا هنا تاني بحب النادي الاهلي واتمنى النادي الاهلي يكسب، لكن عمري ما هكذب علشان خاطر النادي الاهلي، عمري ما هدور علشان، عمري ما هغير من قناعاتي علشان خاطر النادي الاهلي، عمري ما هعمل اي حاجه علشان خاطر النادي الاهلي، ها؟ الا اذا كان النادي الاهلي محق في هذه القضيه. او فان يقول لك انظر، واحد يقول لك يا عم يعني عاوز تقول النادي الاهلي، اوعى تقول كده لا تشمت فينا مش عارف ايه، اوعى تقول كده لا لو انت عاوز كده وفي مشكله تطلع تقول اقولها. هو النادي الاهلي، النادي الاهلي النادي الاهلي نادي نادي النادي الاهلي ليس عقيده ولا دين. ده حتى الدين يا اخي، انا عمري ما شفتك يا اخي ابراهيم عيسى انتقد الشيخ الشعراوي، ابراهيم عيسى انتقد المعراج، ابراهيم عيسى قال ما فيش معراج، ما شفتش الحميه. حولنا اللعبه لامور جد، وحولنا الجد بقينا نتهاون فيه. بتشوف ناس بتموت، بتشوف ناس بتتقتل، بتشوف ناس ب ب ب ب في فلسطين ما بتفتحش بقك، بتشوف تجاوزات في حق دينك ما بتفتحش بقك، لكن تيجي عند لعبه بتاع تحولها لحرب. اعقل اعقل واركز اعقل واركز، انها لعبه، انه نادي، بنحب النادي الاهلي ونتمنى نكسب كل البطولات، لكن ده مش اولويه، مش اولويه في حياتي. اولويتي في حياتي وانت وغيرك بتاع اسرتك اهلك، اولويتك في حياتك تحفظ لسانك ضد التجاوزات، ضد قله الادب، ما تخسرش صديق عشان لعبه. في الاول وفي الاخر الدنيا، وحتى ما حدش يعرفك، الكره ماشيه والدنيا ماشيه، ياما ناس عاشت، ياما ناس كانت بتشجع وماتت. احنا هنا بنقدم حاجه معلومه للناس خاصه بالرياضه، بنقدم، واحنا بنقدم تسليه للناس. انا ما بقولكش ان انا بقدم لك اللي ما يتعب او غيري بيقدم تسليه. لو ما شفت الشهر احمد شوبير او البرامج الرياضيه او كوره سنه ما شفتها مش هتموت، ها؟ مش هتخسر حاجات كتير. لكن لو ما شفتش ابوك وامك وصر، اللي بيقول لك الاهلي وابوك وامك، انتوا بتقارنوا ايه بايه؟ انتوا بتقارنوا ايه بايه يا جماعه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اسمها لعبه، نادي 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 نادي، مش تقليل منه، بعض الناس بتفهم غلط، مش تقليل منه، لكن في الاول والاخر نحطه في الاطار الطبيعي، نادي بنحبه بنشجعه بيسلينا، بنطلع طاقتنا، بنطلع بدل ما نسهر ونخرج مع رفيق السوق، ادينا بنتفرج على برنامج، بنشوف ماتش، بنشوف، ده الطبيعي. لكن ياخدك ويسحبك من حياتك الكورة بصفة عامة، تاخدك وتسحبك من حياتك وتخليك تغلط، لا، فوق فوق. فالناس اللي بتهاجم محمد عبد المنعم تاني لسه بكاك كورة، اسمها كورة يا حبيبي. تشتم ليه وتغلط ليه وتاخد ذنوب ليه وتضايق حد ليه؟ أنا ممكن بغلط وأثناء بتنرفز وبتعصب على لاعب أثناء اللعب وهو بيلعب وأنا أتفرج، لكن لا هو سامعني ولا هو شايفني ولا الكلام ده كله. كورة والحماس، وبنغلط وبنعترف بغلطنا يعني. محمد نجيب مدافع النادي الاهلي بينتقل الى نادي الداخليه مع طبعا الكابتن رضا شحاته مدير فني النادي الداخليه، طبعا عارف امكانياته وقدراته، والجونه هبط الدرجه الثانيه. النهارده اخر يوم في عقد شركه الملابس الرياضيه للنادي الاهلي السابقه، وربما النهارده صباحا او في اليوم الجديد يعني النادي الاهلي يعلن عن تعاقده مع الشركه الجديده، شركه اديداس. بالنسبه لوليد سليمان هيسافر ربما للخارج للعلاج بسبب الام في فقرات الظهر، ربنا يحفظه باذن رب العالمين. نادي اسوان عامل انتقالات ولا اروع بصراحه. تعاقدوا مع لاعب اجنبي هولندي من اصول سنغاليه باي كامارا، انتقل لنادي اسوان لمده موسمين في صفقه انتقال حر. مفاجاه من العيار الثقيل مرتضى منصور، دفع فلوس تبرعات لنادي الزمالك ثم رفع قضيه على نادي الزمالك وخد الفلوس من نادي الزمالك، واللي دفع الفلوس ايمن ممدوح عباس اللي تقدم بشكوى في نادي الزمالك علشان يسترد المبالغ اللي خدها مرتضى منصور اللي كان تبرع بيها لنادي الزمالك. اصدر مكتب كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك بيان رسمي اكد خلاله صدور حكم ملزما للقلعه البيضاء بضرورة تسديد مبلغ 567,000 جنيه لصالح نجم ممدوح عباس. وقال البيان ان محكمة النقد المصرية قضت بحكم قضائي بات يلزم نادي الزمالك بسداد مبلغ وقدره 567,000 جنيه لصالح ايمن ممدوح عباس، والمفاجأة التي كشفتها اوراق الحكم ان ال 567,000 جنيه كانت بالاساس تبرع من مرتضى منصور لنادي الزمالك من الفترة 2007 و2008، ثم تراجع مرتضى منصور عن هذا التبرع وتقدم بدعوى قضائية ضد نادي الزمالك لاستعادة الأموال أو الحجز على الحسابات.
وهو ما دفع أيمن ممدوح عباس لسداد هذا المبلغ من ماله الخاص نيابة عن نادي الزمالك إلى مرتضى منصور في ذلك الوقت، لكي لا يتم الحجز على أموال وحسابات النادي في الفترة اللي كان فيها ممدوح عباس رئيسا لمجلس إدارة نادي الزمالك، وتحديدا في عام 2012. يعني مرتضى منصور اللي بيتهم بيه ممدوح عباس انه عاوز يعطل نادي الزمالك وصفقات نادي الزمالك وحاجز على حسابات نادي الزمالك، عمل العمله نفسها مرتضى منصور قبل كده، وممدوح عباس ابنه ايمن دفع الفلوس من جيبه. ويطلع بعد هذا الحكم جمهور نادي الزمالك يهاجم ممدوح عباس وما يقولش لمرتضى منصور اللي انت عملته قبل كده، وطلع لنا بتقول اتبرعت. اتبرعت بايه؟ ده انت رفعت قضيه على نادي الزمالك علشان تسترد الفلوس اللي دفعتها. ها وليه دلوقتي بقى ما كانش بيقول لك؟ دلوقتي بيقول لك ممدوح عباس مش بيحارب مرتضى، ده بيحارب نادي الزمالك. طب قبل كده ليه انت بقى مرتضى ما كنتش بتحارب ممدوح عباس؟ ها ما بنفس ما كنت بتحارب نادي الزمالك. لا لا كان بيحارب، هو مشكلته كان مع ممدوح عباس. طب ممدوح عباس مشكلته معاك. بالنسبة للاتحاد التونسي لكرة القدم طلع بيان قال لك بناء على التعليمات الواردة على الجامعة التونسية لكرة القدم من طرف السلطة الأمنية بخصوص استحالة تأمين مباراة الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 22/23 المفروض كانت يوم الجمعة اليوم 30 سبتمبر والسبت 1 أكتوبر، لقد تقرر تأجيل موعد انتقال أو انطلاق مباريات الجولة الأولى إلى موعد لاحق. جريده بيقول لك انا وافقت على تدريب نادي الاسماعيلي بسبب جماهيريه نادي الاسماعيلي. يا راجل انت كنت واعمل الدور العاشر ده، لو اي حد كان شاور لك في مصر كنت جاي يا عم جريده. ده ان مصدر من نادي ليفربول قال لك مفيش اي اهتمام بالتعاقد مع ابراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز. طبعا ده الكلام ده بعد التقرير اللي كان قاله موقع 90 دقيقه البريطاني ان فيه اهتمام وفيه كلام ومحمد صلاح رشح اللاعب وكلام من هذا القبيل. لكن نادي ليفربول قال لك محمد صلاح لم يرشح اي لاعب مصري على اداره الريدز من اجل التعاقد معه في خلال الفتره المقبله، وان الامر ليس من اختصاصات اللاعب ولا يحق لاحد التدخل في طريقه سير اداره التعاقدات في انه يعني سمعونا كلمتين كمان بالنسبه لهم ما حدش بيتدخل، محمد صلاح مش من حق ولا حد الكلام ده كله. يعني بالنسبه لنادي الزمالك ومفاوضاته بسبب اللاعب يوسف حسن، اتمنى ان ينتقل للنادي الاهلي لاعب نادي وادي دجله. دجله طالب 6 مليون، الزمالك عارض 4 مليون، هل النادي الاهلي يتدخل لحسم الصفقه لصالحه ام لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.